نهار تلاحي كيسي ما عندها سكسو بالعصبان، نهار ثاني عيد بالدوم هو عورتناها من الجدود. الكسكس بالعصبان أو سكسو بالعصبان كما يسميه الجواجلة هو أحد الأطباق التقليدية لديهم، حيث يكون حاضرا في مختلف مناسباتهم وأفراحهم لا سيما في عيد الأضحى، فهو الأكلة رقم واحد في ثاني أيام العيد. نهار ثاني عيد لما تاعنا يتلموا الحباب ونخدموا المائدة ويجيوا الحباب مرة ويدوروا على سكسو بالعصبان، ما كانش الدار اللي تروح ليها وما تكاش سكسو بالعصبان. هنا رانا متلمين في لمة جيجلية وطعام بالعصبانة، وخاصة البنة اللي راه يزيد تقرب لهاد الأكلة هو النعناع، النعناع هو اللي يزيد يعطيه بنة على بنة. يتميز هذا الطبق بطريقة تحضيره التي تعتمد على أحشاء الوضحية، بدءا بغسل الدوارة وتحضيرها مرورا إلى مراحل عديدة، وبلمسة سرية تزيده لذة على لذة. بعد ما ذبحنا جابوا لنا الرجال غسلنا الدوارة، نكيناها، حطيناها ترخص، غليناها، ومن بعد ديك ساعه نحطوها تكتر، نوجدوها تبرد، نولي ونقطعوها، ومن بعد نولي وندوزنوها، دوزنوها نحطو لها شويه بصل شويه طوماطيش، نحطو لها الفلفل الكحل، ومن بعد نولي السر ديالها وبنة عاد النعناع، نحطو لها شويه سكسو ونولي ديك ساعه نعجنوها. من بعد نجيبو الكرشه تاعنا كونو خيطناها خيطة وجدة، ديك ساعات نحشيوها في الكرشة ونكليو الطنجرة ديالنا، نحطو لها اللحم شي ديزم بصل وهداك نكليوها. بعد ما ترخص نحطو الكرشة هذيك فيها، ترخص ديك ساعات الكرشة طيب، كي طيب ديك ساعات نوليو الطريقة تاعنا، نجبدو الكسكس ديالنا ونوليو ديك ساعات نسكيو العصبانة ديالنا، نسكيو سكسو ونحطو هداك، نوجدو ميدة ديالنا ما كاش اللي ما يحضرش فيها من العائلة. بالرغم من مشقة إعداد الكسكس بالعصبان وسط درجة حرارة عالية، إلا أن الجيجليات حافظن على هذا الموروث الشعبي الذي يزين موائد العائلة في عيد الأضحى ويزيدها بهاءً. فمبارك عيدكم.